مع أنه شيء مؤسف، ولكننا اعتدنا في السنوات الأخيرة أن نسمع عن تحديات مميتة تنتشر عبر تطبيق تيك توك بين الأطفال والمراهقين، ويدور جدل طويل لا ينتهي بخصوص على من تقع مسؤولية انتشار هذه التحديات بين الأطفال. ولكن التحدي هذه المرة منتشر بين البالغين، بل والذي يفترض أن يكونوا الأكثر علماً وتعليماً ووعياً، ألا وهم طلاب الجامعات. فحذرت جامعة ماساتشوستس الأمريكية من ترند جديد على التطبيق الصيني يسمى جالونات فقدان الوعي. يعتمد هذا التحدي على الإفراط في شرب خليط من السوائل، سنتحفظ عن ذكر مكوناتها، ولكنه يؤدي للتسمم وفقدان الوعي. ولفت الأمر انتباه المسؤولين بعدما تسبب باستدعاء 28 سيارة إسعاف إلى حفلات للطلاب الجامعيين. طبعا الاتصالات لسيارات الإسعاف كثرت بسبب تسمم الطلاب بالخليط الذي شربوها، وأشار مسؤولو الجامعة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يلاحظون فيها استخداما واسعا لهذا المشروب. ورغم أنه تحد لا يتسبب بالوفاة، إلا أن انتشاره بين طلاب الجامعات أثار انتباه الكثيرين عبر السوشيال ميديا. سنقرأ لكم بعض التعليقات ونبدأ من ظاهر الذي كتب في هذه التغريدة: إذا طلاب جامعة وجامعة ماساتشوستس للمفروض ما بدخلها إلا المتفوقين، واقعين بهيك مطب، شو متوقعين من الأطفال؟ أما سهيلة فكتبت في هذه التغريدة: تيك توك ما له علاقة، طلاب الجامعات بأمريكا من أكثر الفئات المعرضة للتسمم بسبب تعاطي المواد غير الشرعية والمخدرات بسبب تعرضهم لضغوط نفسية رهيبة، وهذا شيء مثبت بالأرقام، بس الإعلام الأمريكي بده يلزق كل شيء بتيك توك. عمر تساءل في هذه التغريدة: لما اللي عملوا التحديات كانوا أولاد إلنا صغار ومش فاهمين وبدهم يكونوا شعبيين بين أصحابهم فعملوها، طيب وهدول كبار داخلين جامعة ومتعلمين، كيف اقتنعوا أنهم يشربوا كوكتيل موت؟ مشاهدينا، لنعرف أكثر عن هذا التحدي معنا من بيروت الخبيرة النفسية والاجتماعية ريما بجاني. أهلا وسهلا بك معنا. دائما نتحدث عن تحديات تيك توك القاتلة والتي ينفذها مراهقون وأطفال، أما اليوم يعني يظهر تحدي جديد باسم جالونات فقدان الوعي أو الغيبوبة، واللافت هذه المرة بأنه ينتشر بين طلاب الجامعات. بداية، كيف تنجح هذه التحديات في استقطاب البالغين تحديدا؟ صحيح، أول شيء مرحبا للجميع. تقدر جاوب على هذا السؤال رح أفصله ناحيتين، عندنا ناحية الشخصية وعندنا ناحية التحدي بحد ذاته. معلش وقت نحكي نحن اليوم عن البالغين، ولو بعدنا يعني صرنا بعمر فتنا فيه على الجامعة وعم نتعلم، بغض النظر رح تلاقي في أطفال عندهم بعد الوعي يلي بيقدر يهديهم عن تحديات معينة ما لازم يفوزوا فيها، بما أنه نحن اليوم عم نحكي عن التحدي، وعندنا ناس بعد أكبر كتير من الجامعات بيفوتوا بتحديات مثلها وأسوأ. اسمحي لي انزل شوي قبل عصر التيك توك. كل حياتنا عندنا شخصيات، نحن بنقولها فيها شخصيات بتحب التحدي. اليوم ضروري تقدر جاوب على هذا السؤال، ضوي على الشخصية. في عندنا شخصيات بتحب التحدي، تشالنجينج، بتحب كل شيء تتخطى حدودها. إذا بدك عندنا هيك سبب أساسي، وأكيد هون مرتبط بشكل مباشر بالذهنية اللي عندنا إياها. هون أكيد ما في شك، بدنا نفوت كتير لكل شخص الأمور اللي قطع فيها الإكسبيرينسز، الخبرات اللي قطع فيها. فإذا بكلمتين هيك سريعا منقول نحن اليوم ليش هذا التحدي عم يقدروا يوصلوا لهالنوع من الناس، لهالفئات من الناس؟ أكيد مش لكل الفئات. في عنا أول شيء الشخصية، بشكل سريع بقول لك في عنا شخصيات بيحبوا التحدي وبيحبوا يتخطوا ذاتهم، مثل ما بيقولوا to push their limits، يعني بيحبوا كتير يتفشوا الحدود ويروحوا beyond، فوق هيدي الحدود يلي بيحطها المجتمع وبيحطوها الناس يلي discipline، يلي هي إذا بدك إطار هيك الإدوكيشن وكيف نحن لازم نكون عايشين ضمن. ولكن يعني هذه التحديات هي كثيرة جدا على تيك توك، يعني لما يختارون التحديات المميتة والسامة يعني تؤذيهم كثيرا؟ هون رح أوصل للشق الثاني، ليش تيك توك عم بيسوق هالقد اليوم بعالمنا؟ وقت بلشت هالسوشيال ميديا هالقد تاخذ حيز كبير من حياتنا، ومن بعد اذا بدك الكوفيد واللوك داون يلي صار، وصارت كل حياتنا اذا بدك مرتبطه هونيك، زادت النسبه.
كانوا موجودين بس زادت النسبة. أكيد هون ما في شك، في عنا الناس اللي عندها إذا بدك هذا النوع من الشخصيات وتروحي أكثر إثبات الذات، كل أنا موجود بين، نحكي عن فولوورز، نحكي عن لايكات. للأسف نحن اليوم عايشين بهيدا العالم صح. بس على الأكيد نحن اليوم بعمر لو صرنا بالجامعة بعد ما عنا هيدي الشخصية اللي ثبتت، نحن بنسميها النضوج. النضوج بينما من خلال خبراتنا، بدنا نقطع بخبراتنا نوصل لهذا النضوج. فإذا اليوم كل إنسان بعد بالجامعة ما وصل للنضوج الكامل، ما عرف أي عمر فيها نوصل له هالقد كامل، يقدر يخليه يميز بين الصح والغلط. شو معنى صح وغلط؟ أنا اليوم هيدا التحدي عم يأذينا، عم يوصلنا للمستشفى، ومن فترة مش من قصير طويلة وصلونا للموت كمان. فإذا اليوم في عندك السوشيال ميديا وكل تداعياتها السلبية، لأنه أكيد في عندها أشياء إيجابية يلي هي عم بتأثر فينا بهذا، ونصير بابليك ونصير مشهورين والعالم تعرف فينا ويروح فايرل. بتعرفي هو كلمات مش غريبين على المستمعين، لأنه على المشاهدين، لأنه بيعرفوا عن شو عم بحكي. مع الشخصية يلي بتحب هيدا النوع من التحدي وعلى تحدي الذات، وهون بنقول بالغين أو أطفال، نحن اليوم بحاجة نشتغل على شخصيتنا تنعرف نميز بين الصح والغلط. نعم. نقطة أخرى، يعني هل إعطاء تيك توك يعني الأموال للمستخدمين في حال انتشر مقطعهم يعني ممكن يساهم بالإقبال عليها رغم كل المخاطر لهيدا التحديات؟ أنا برأيي هيدي النقطة هي زيادة، لأنه صراحة الشخص اللي بده يقوم بهذا التحدي، لأنه ما تنسي اللي بيقوم بهذا التحدي قديه بيعطيه شعور بالقوة، بالسيطرة، بالشهرة. اليوم هيدي أمور صراحة بعلم النفس هي أهم من المال. إذا بدك المال هو إذا بدك الدافع يلي بيخليه أكتر يروح صوبة، وأكيد هيدا شغلة زيادة. يعني إذا يمكن عنده شخص شوية تردد، مع أنه هؤلاء الناس ما عندهم تردد، يلي عنده تردد يلي هو واقف على مثل ما بنقول على الحفة بين بده يعملها لأنه عنده نقص بمحل معين وعم بيخليه يبين شو ما كان هيدا النقص، تجي إذا بدك المال تدفعه زيادة. بس مش هي المال الأساس، الأساس هي شخصيتنا، طريقة تفكيرنا، وأنا شو عم بري من خلال هيدا الشيء اللي عم بعمله، شو عم بثبت. في كلمة كتير أساسية، عم بثبت ذاتي، عم بثبت قوتي، تعرضت لبولينج، تعرضت لناس أنه تحدتني بطريقة أنه أنا ضعيف في محل بدي أثبت حالي، أكيد عم بعطيكيهم هيك بطريقة سريعة. شو معقول تكون الأسباب اللي هي متنوعة تنروح صوب هيك تحدي معقول يخسرني حياتي؟ نعم. طيب الطب النفسي اليوم يعني كيف معقول يتعامل مع هيدي الحالات على تطبيق تيك توك تحديدا؟ وهل في طريقة أو وسيلة لرفع مستوى الإدراك والوعي عند الأشخاص البالغين تحديدا يلي دايما بيوقعوا بهيدا الفخ من التحديات؟ ما رح روح معك كتير بالعمق للمسألة، يعني قديش التربية مهمة، وجود الأهل والإضاءة على بعض الأمور، والإنسان يثبت شخصيته. رح روح هيك بإطار السطح شوي. بمعنى أنا اليوم ضروري كل إنسان يكون عم، وهون صعوبتها أنه أنا اليوم قبل ما أتعرض لتيك توك ولأشياء الباقية يكون عن جد عارفة حالي أنا وين عم بتوجه. اليوم أنا عم بتوجه للبالغين، يعني ما عم بحكي مع الأطفال المراهقين اللي بحاجة بعد للأهل. ضروري كل إنسان، وهون بتمنى توصل هيدي الفكرة، أنه أنا اليوم وقت تاخد بهيك فكرة اسأل حالي بالأول على شو عم برم، أو شو هيدا الشيء اللي سحبني معه تقدر كون عم بعمله. هون أكيد في التوعية الاجتماعية، في كل إذا بدك البلاتفورمات اللي تكون عم تحكي عن هيدا الموضوع. أكيد أنا بروح على الأشياء البدائل، لأنه الشخصية اللي عندها هذا التحدي اللي بتحبه ما فيها تضب جوا، فيها تكون في بدائل أقل خطورة على صحتنا الجسدية. أكيد اليوم الشغل بده يكون توعية من ميلة، بس أكيد الإنسان بحد ذاته بده يعيد النظر بتصرفاته ويعرف ليش أنا تصرف هذا من وين نابع. يلي هون أكيد عم بحكي أنا على ملاحقة متابعة نفسية، تكل إنسان يقدر يكتشف ذاته ويكتشف أفكاره من وين جاي ومن وين نابع. أشكرك، كنت معي من بيروت الخبيرة النفسية والاجتماعية ريما بجاني.